نهني الشعب العماني بعيد الوطني لصاحب الجلالة، ونتمنى لصاحب الجلالة الصحة والعافية، ويدوم لنا ظهرا سنة بعد سنة إن شاء الله. والحمد لله عمان في خير ورخاء، ونسأل الله تعالى أن يكون كل من جت سنة يكون كل شيء أحسن عن قبل إن شاء الله بإذن الله تعالى. تسمع، وهذا يعني نحن في فرح شديد على العيد هذا العرب 46 عام، ونسأل الله تعالى أن جلال السلطان يكون دائم، الله تعالى يعطيه الصحة والعافية، ويكون في السنوات الثانية إن شاء الله نكون كلنا في صحة وعافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهني الشعب العماني بعيد هذا الوطني 46 المجيد، ونهني الشعب العماني، ونهني صاحب الجلالة السلطان قابوس بن المعظم حفظه الله ورعاه، ويعوش علينا ويدوم عليه حكمه دائم إن شاء الله عام بعد عام يا رب العالمين، ونتمنى له الصحة والعافية يا رب العالمين، ويعود علينا ويكون يدوم حكمه دائم حالنا يا رب العالمين. نور علينا، الله ينور عليه، والله يعافيه ويهاونه ويخلينا يا رب العالمين. آمين يا ربي، آمين آمين آمين، الله ينصره ويرعاه ويحفظه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على هذه النعمة الذي أقام بها سلطاننا العظيم قابوس بن سعيد بن تيمور البوسعيدي، ونشكر الشعب العماني على السيرة الحسنة من حكم السلطان قابوس إلى اليوم. الحمد لله كل شيء على ما يرام، وصار كل شيء على حسب ما يحب الشعب، كل ما يطلب الشعب شيء الشعب يعطيه بدون سؤال بدون أي مشقة، وهو قائم والجميع قائمين معه بالسيرة الحسنة على الشعب، وهو الذي احنا نطلب من الله تعالى ومن قابوس ومن جميع الشعب أن يكونوا في حماية شعبهم وجميع ما هو منجزات الذي كانت سابقا والذي سواها قابوس في هذا الوقت. وهذا هو خير لنا وللجميع المسلمين، نسأل الله أن يدوم قابوس بالصحة والعافية والطول العمر، وكل عام وأنتم بخير، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أهني صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظ الله ورعاه بمناسبة عيد 46 حفظه الله ورعاه، وأهني الشعب العماني بالصحة بهذه المناسبة، نسأل الله تعالى يعود علينا أوام عديدة، وأهني صاحب الجلالة اللهم يعافيه ويشفيه يا رب العالمين.